السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تصريف الفعل المعتل المثال الأجوف. إذا في رحاب اللغة العربية الصفحة 32 الصفحة 40 المرجو الاشتراك وتفعيل الجرس ونشر رابط القناة. جزاكم الله خيرا لتشجيعنا على بذل المزيد. إذا على بركة الله هذه الصفحة وهذه الصفحة، ولا تنسوا التعليق. إذن تصريف الفعل المعتل المثال والأجوف. المثال هو الفعل المعتل الأول مثل وقف وصل وعد. الأجوف مثل قال سار جال طاف حال. لقد عاش الإنسان الإفريقي بثقافة القناع التي اكتسبت ثقة وإعجاب الفنانين التشكيليين وتجلت في أعمالهم الفنية. ألاحظ وأقرأ، أنا أمر بسرعة. الشرح يعني تكلف الأستاذ في القسم بشرح مفصل أكثر. هنا فقط يعني خذ فكرة حول الموضوع واجتهد وقم بالتحضير القبلي. إذا ألاحظ وأقرأ الشواهد. عاش الإنسان الإفريقي بثقافة القناع. عاش عشت عاشوا تعيشين تعيشنا عيشي عيشوا عشنا. هذا تصريف الفعل عاش. اكتسبت ثقافة القناة ثقة من فعل أدم الثقة. ثقة هي مصدر فعل واثقة واثقة تثقين تثقنا تثقوا ثقنا. لأن عندنا هذا معتل الأول فهو مثال وثقة. معتل الأول معتل الفاء فاء الفعل حرف علة فعل وثقة فاعلة. إذن عاش كذلك معتل الوسط معتل العين فهو أجوف. شواهد وجد مثل وثقة. وجدتم قال مثل عاش. قولوا قل. نعم نقرأ الشواهد. تعيشين تعيشنا عيشي قال قل قولوا عاش عشت عشنا عاشوا وثقة تثقين تثقنا. وجد وجدتم لاحظوا أننا في الأمر تختفي وتحذف عين الفعل. واو حرف العلة يختفي. كذلك هنا عشت لم يعد هناك ألف. عشنا إن مهم على أي حتى لا نطيل عليكم. هذا هو الجدول، يمكن أن تقرأوه ب يعني بمهلين وعلى تصريف الفعل وثقة في الماضي، تصريف فعل وثقة في المضارع، تصريف فعل عاش في الماضي، ثم تصريف عاش في المضارع، وكذلك هناك الأمر ثقي ثقة ثقة. إذن قرأه بهدوء وعلى مهل حتى تفهم وتلاحظ التغييرات التي طرأت على هذه الأفعال في بعض الأزمنة وفي من خلال الضمائر. إذن أشارك شفهين على لوحتي في إنجاز التطبيق. آتي بفعل معتل مثال ومعتل أجوف وأصرفهما في الماضي والمضارع مع ضمائر متكلم والخطاب. إذن مع ضمائر إلى الماضي والمضارع المتكلم والخطاب. إذا نبدأ بمثال الفعل مثال. تصريف فعل وجد في الماضي مع ضمائر المتكلم. أنا وجدت نحن وجدنا. ضمائر المخاطب أنت وجدت أنت وجدتي أنتما وجدتما أنتم وجدتم أنتن وجدتن. تصريف الفعل وجد يجد في المضارع مع المتكلم ضمائر المتكلم. أنا أجد نحن نجد. كذلك مع ضمائر المخاطب أنت تجد أنت تجدين أنتما تجدان أنتم تجدون أنتن تجدنا. إذن هذا الدرس يعني يكتسب بالتكرار الأفعال والأمثلة حتى نستوعب التصريف. فهو سهل إذا ما أعدنا العملية وصرفنا أفعال أخرى. إذن نمر إلى فعل معتل. أخذنا فعل قائمة في الماضي مع ضمائر المتكلم.
أنا قمت، نحن قمنا، مع ضمائر المخاطب، أنت قمت، أنت قمت، أنتما قمتما، أنتم قمتم، أنتن قمتن. تصريف الفعل قام يقوم في المضارع المرفوع أو في مع المضارع، مضارع. ضمائر المتكلم أنا أقوم، نحن نقوم. ضمائر المخاطب أنت تقوم، أنت تقومين، أنتما تقومان، أنتم تقومون، أنتن تقمن. لنحاول أن أسرع حتى لا يكون الفيديو مملا وطويلا، أنتظر حتى تقومون بنقل هذه الأجوبة. إذن كما قلنا نكرر بفعل آخر مثل سار، سار، أنا سرت، نحن سرنا، وهكذا حتى نستوعب هذا التحول الذي يطرأ على الأفعال أثناء التصريف. نعم، إذا أضع الأفعال الآتية في مكانها من الجدول. عندنا وجد، قال، يضع، جرى، استدعى، يعي، يقف، يسير، كواقي، يجول، يطوي، سعى. إذا في الجدول مثال والأجواف والناقص واللفيف مفروق واللفيف مقرون. فقبل أن نضع الأفعال يجب أن نحولها إلى الماضي، مثلا وجد مع ماضي مع الغائب، وجد صحيح تبقى، قال كذلك، يضع يجب أن نحول إلى ما هو، هو في الماضي، وضع، جرى، دعا. إذن نبدأ حتى لا نطيل. وجد إذن في مثال، لأن حرف العلة في بداية الفعل، في فاء الفعل الثلاثي. قال كذلك، أجوف، أجوف العين، معتل العين عفوا. يضع، نضع هنا في المثال، لماذا؟ لأن أصلها ووضع، وضع، لنحوله إلى الماضي مع ضمير الغائب. جرى فهي ناقص، لماذا؟ لأنها معتلة اللام، لام الفعل معتلة حرف علة. استدعى نحوله إلى أصلها الثلاثي، هي دعا، 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 يدعو. نعم، إذا ناقص معتل الآخر. لا ننظر إلى هذه الحروف، يجب أن هو الآن سداسي، يجب أن نحوله إلى ثلاثي على وزن فعل، فعل، فاعل، أو إلى رباعي. أصل الفعل إما ثلاثيا أو رباعيا، رباعي يكون وزن واحد وهو فعل. إذا يعي من فعل وعى، وعى، لأن وعى، وعى، فالواو والألف، فهو لفيف مفروق، مفروق، لأن حروف العلة جات فيه مفروق، و والألف جات في الآخر وبينهم حرف العين. يقف من فعل وقف، ها هي وقف، وقف. يسير، يسير من فعل سار، سار، إذا مثل قال. كوى مثل فعل، أو هنا فعل كوى حرف العلة مقرون. إذا المقرون حرف العلة مقرون الأول مع الثاني، ولهذا سميناه لفيفا مقرونا، حرف العلة مقرونة. كوى قي من فعل وقى، من فعل وقى، وقى يقي، قي من فعل وقى، مثل وعى، مثل هذا الفعل. يجول من فعل جال وهو أجوف. هنا يمكن أن نكتب يجول، أو نكتب أصله عموم يجول. يطوي من فعل طوى، مثل كوى، حرف العلة في الآخر مثل كوى، الواو والألف مقصورة طبعا. يطوي من فعل طوى، قلنا ساعة، هذه ثلاثي لا داعي لتحويل إليه. إذن ها هو ناقص فعل معتل ناقص. إذن كان هذا هو الجواب على هذا السؤال. نمر، السؤال آخر، أنقل الجدول الصرفية الآتية في دفتري وأتمم ملأه. إذن الماضي، المضارع، المخاطب، فعل، وقف، وقف. إذن نبدأ حتى لا نطيل. إذن وقفنا، المتكلم، وكذلك وقفنا في الجمع.
هنا أنا نسيت الدرس الأخير ولنكتبه. إذا المهم المثنى أنتما وقفتما، أنتم وقفتم في الجمع هنا، وأنتم هم وقفوا. نقف في المتكلم مضارع، أنتما المخاطب، أنتما تقفان، أنتم تقفون. نتبعوا هنا، هما يقفان، هم يقفون. هذه هنا مخاطب في الأمر، قفا، قفا نبكي من ذكرى حبيب. إذن مخاطب المؤنث كذلك قفا، وهنا قفنا في المؤنث مخاطب، مؤنث المذكر قفوا، قفنا. نعود إلى هنا، الغائب هو، هو وقف. ثم المتكلم أنت وق أو المتكلم أنا وقفت، أنا وقفت في المضارع. عفوا عفوا، هنا هنا المتكلم أنا أقف، مصححة دي مصححة، انتظروا مصححة. لنعود إلى فين وقفنا. لن أنا أقف، لا لا صححتها. إذا هنا لن أعيدها، هنا نكتب أقف، هنا أقف، أقف. إذا قمنا بتصحيحها، أقف، الغائب هنا يقف، هنا قف المخاطب، أنت قف، أنت قفي. قيس يعني واحدة هنا، نعم مخاطب أنا وقف، الماضي مخاطب، أنت وقفت، أنت وقفت. وهنا المخاطب في المضارع، أنت تقف، أنت تقف، نعم. نمر إلى، أحول الجملة الآتية إلى المخاطب والمخاطبة. يهب الكريم دون السؤال ويقف إلى جانب المحتاج وقت الشدة. إذا المخاطب، فمخاطب أنت، أنت تهب دون السؤال وتقف إلى جانب المحتاج وقت الشدة. نعم أنت، أنت تهبين، أنت تهبين دون السؤال وتقفين إلى جانب المحتاج وقت وقت الشدة. إذن هنا درنا المخاطب والمخاطبة. هنا مخاطب مفرد والمخاطب مخاطب مفرد مذكر، هنا مخاطب مفرد مؤنث. إذا أردنا أن نقول أن الجمع تهبون، أنتم تهبون دون السؤال وتقفون إلى جانب المحتاج وقت الشدة. هنا كذلك الجمع مؤنث، مخاطب مؤنث، جمع تهبنا، أنتن تهبنا دون السؤال وتقفنا إلى جانب المحتاج وقت الشدة. نعم كثرة الأسئلة تربك. إذن أحده خصوصا أن لا أملك الكتب ورق ورقية، لهذا الفعل هنا أحدد فعل المعتل أجوف مثال، والأجوف والمعتل المثال في جمل آتية. إذن الفعل المثال يعني نعني به المعتل المثال، فعل الأجوف يعني الفعل المعتل الأجوف. يفوز الصابر ويندم المتعجل، إذن الفعل هو يفوز، فاز، فاز هذا. أما هذا ندم فهو صحيح ليس معتلا، إذن فاز. المؤمن إذا وعد وفى، إذن وعد مثال. عندنا وفى، وفى هي فعل فعلا معتل ولكنه مفروق، لفيف مفروق. احنا بغينا مثال ليقل لسانك خيرا او يصمت، إذن فعل قال، قال. اما صامت فهو فعل صحيح لا نكتبه مع الافعال المعتله. نعم كان هذا جوابا عن هذا السؤال. نمر الى السؤال الاخير اظن، وهو هذا. اذا
تقوم دار إيواء المسنين بخدمة جليلة. هنا تقوم دار إيواء الشكل أعرب دا تقوم دار إيواء المسنين هنا واحد الميم هنا صغيرة ما عنديش كي ندير باش نضيفها الميم هنا بخدمة إيواء المسنين بخدمة ما عنديش تنوين ما بقايش كيفاش نكتبو بالحاسوب. إذا بخدمة جليلة خدمة جليلة. أما بالنسبة للإعراب تقوم فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره. دار فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف. إيوائي مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف. المسنين مضاف إليه مجرور بالياء. لماذا؟ لأنه جمع مذكر سالم. المسن المسنون المسن المسنين. نعم بخدمة الباء حرف جر وخدمة اسم مجرور بتنوين الكسر. جليلة نعت تابع لمنعوت في جره وعلامة جره وتنوين الكسر إذا شئتم أن تكملوا الإعراب. إذا كان هذا جوابا على هذا السؤال وربما أظنه هو الأخير. إذا نقوله ونسخوا هذه الأجوبة وأعذرونا إن كان هناك خطأ. وسبحان الذي لا يضل ولا ينسى. إذن والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.